في عندنا مشكلة بعد كده وهي عند الناس الكبيرة أو نقول المراهقين أو الشباب بشكل عام، وهنا يجي يقول لك أنا حاسس إن ريحة بقي أول ما أصحى من النوم ريحة الفم مش حلوة خالص، وغسلت بقي استخدمت حاجة إلى حد ما برضه بحس إن ريحة الفم مش كويسة. ده مؤشر لإيه؟ مؤشر لوجود مشكلة؟ مؤشر لإيه بالظبط؟ مؤشر لوجود مشاكل وجود مشاكل. كويس، خلينا نقول في الأول ازاي تغسل او ازاي تهتم بالاوراق الهيجين بتاعتك اللي هي صحه الفم بتاعتك ككل. كويس، انا عندي فرشه وعندي معجون، بس الموضوع ما وقفش على كده. انا عندي طبعا خيط سنان دنتال فلوس او مثلا انت دنتال برش اللي هي فرشه بتدخل تنظف لي ما بين السنان، لان الفرشه بتاعتنا العاديه زي ما انت حضرتك عارف كده ان هي بتغطي الاسطح الظهريه بتاعتي. طب انا عندي السنان وليكن هي عامله كده بمعنى اصح لازقين في بعض، طب الاسطح الداخليه ده انا اجيبها ازاي؟ ده واحد مثلا لو عنده بوكت مثلا واكل بتحشر ما بين دروسه، من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريحه مش لطيفه بمعنى اصح ان الاكل بتحشر ما بين السنان وانا مش عارف ايه السبب. يعني انا شخص مثلا بيشتكي ان انا والله بغسل فرشه ومعجون باستمرار وثلاث مرات وزي ما يقول انا ببص انا الفرشه دي يعني صبح وظهر يعني طول الوقت بستخدمها على طول ولا زال برضه عندي مشكله. واستبعادا ان هو بيستخدم طبعا بالطريقه الصحيحه بتاعتنا، يعني المفروض استخدام الفرشه لها طريقه صحيحه هنتكلم فيها بعدين، بس انا دلوقتي عندي فرشه وعندي معجون استخدمتهم الموضوع مش كافي، يعني انا كده غطيت مثلا يكون 90-80% بس لسه عندي جزئيه تانية ان انا ادخل انضف الاكل المحشومه بين السنان. كويس، بخيط سنان او انت دنتا برش ممنوع اي حاجه تدخل تانية طبعا غير يعني خليط السنان ديت الطبيه ديت مش متوفره كتير، بس لو موجوده مش مشكله عشان تنضف بيها الفواصل او الفروق اللي ما بين الاسنان عشان لو في بقايا اي اكل البروكزم. ايه بالظبط كده؟ كويس، انا نضفت الجزء دي، هل يبقى الموضوع كده واقف على كده؟ انا نضفت الاكل، لا انا عندي لسان ودي جزئيه كتير بننساها. طبعا ان اللسان نفسه في فرشه كده لتنظيف اللسان اعتقد في فرشه، وحتى لو مش موجوده كده كده بيبقى الفرشه اللي حضرتك قصدك عليها اللي بتبقى دبل سيرفيس معنى صح. عندي فرشه وجزئيه من الناحيه الثانيه حاجه سوفت شويه، حتى لو مش موجوده انت بالفرشه نفسها بظهرها او بالجزئيه اللي هي الظهره يعني او الخلفيه بتاعتها تقدر تيجي على اللسان نفسه وتعمل كوتنج كده، لان اللسان ده يعتبر انا بالنسبه لي تنظيف للسان بالظبط، لان اللسان نفسه بيبقى فيه فراغات، الفراغات ديت بسهوله جدا اللسان بتلاقي انت لو صحيت مثلا من النوم هتلاقي ان اللسان طلعت لسانك مثلا بصيت في المرايه وليكن هتلاقي فيه شكل موجود كده غريب موجود على اللسان، ده بقى اكل انت بقايا اكل بالظبط، انا لوحده مش هيتنظف، لا مش هيتنظف، فانا ساعتها هنضطر ندخل بالفرشه ننضفه، تلاقي ساعتها ان الراحه شويه احسن افضل شويه. جزئيه بقى ان هو لا والله طب انا عملت ده كله ولسه موجوده، نبدا نشوف بقى ان انا عندي مثلا التهابات في اللثه. ناخدها من اشهر الحاجات التهابات اللثه، ناخد اول حاجه. حلو، مشكله التهابات اللثه وشهيره جدا عند كتير من الناس، ومهما كان برضه يقول لك انا منظف اسناني وبرضه مع الوقت بيحصل له التهابات في اللثه. التهابات في اللثه وبتجيب دم بمعنى صح. طب جزئيه انا لو انا ماشي صح زي ما بقول كده وعندي لسه في التهابات في اللثه، بصحى من النوم بلاقي في بقايا او مش بقايا رائحه دم مثلا موجوده في بقي، بستخدم الفرشه وبتجيب دم، كل ده بيديني انديكيشن ان الجنجر بتاعتها او اللثه نفسها مش هيلث شويه، بنحط بنبص عليها طب هل فيها مثلا كالكولاس او بلاك موجود، ده عامل لي التهابات موجوده ولا لا، محتاج يتشال ولا لا، من ضمن حاجات كتير جدا. يعني الكالكولاس ده خلينا نعرف الناس بيه ان هو بقايا اكل اتكلست بمعنى صح موجود على الاسنان، اتجمدت نسبيا على الاسنان بالظبط، هل الفرشه هتشيلها؟ لا الفرشه مش هتشيلها. كويس، للاسف ساعتها انت حضرتك توجه لدكتور الاسنان مرحله بقى تنظيف التنظيف الاسنان، ازاله الجير وكحت كحت الجذور بمعنى صح لو مكشوفه وتنظيف الاسنان او علاج اللثه بمعنى صح كجنرال كونديشن. عملت الكلام ده هتلاقي الدنيا شويه الطف، ده بعيدا عن لو ما كانش في مشاكل تانية جون كونديشن مثلا او في سيستميك ديزيز مثلا يكون زي السكر والكلام ده كله بخلافه. نخش بقى